التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصلة شوطا تلو الآخر. هنا لانطلاقة أشواط الخير والبركة الشوط الخامس قبل قليل أعلنت الانطلاقة من اللجنة المنظمة لهذا الميدان. كل الشكر والتقدير للأخوة المتواجدين في عربة التعليق الذين توفدوا من كل حدب وصوب. أيضا نسير وإياكم إلى أول المراكز، أول التحديات لنستفتح إذاعة هذا الشوط. نوما تتقدم لسالم بالعبد بالخميس الوهيبي، هنالك من يقدم الشاهينية، من تتسلل أيضا إلى أول المراكز لجنة الشبا، وسالم بن سعيد من يتابع لنا انطلاقة الشاهينية، بينما نوى من تتقدم على ثانية المراكز ويقدم لنا نو سالم بالعبد خميس الوهيبي، بينما ثالث المراكز يا سلام هنالك من تتسلل على ثالث المراكز حاملة الرقم 47 يا نواف. هنالك من تتقدم على ثالث المراكز مرجانة، يا سلام مرحبا بمرجانة من تتقدم على ثالث المراكز، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم واحمد بن عبد الله بن محمد الهلي، مرحبا بهذا الشعار. هنالك من يتقدم، هنالك من يتسلل من مركز إلى مركز، بينما النغلة إلى المركز الرابع، الوصول والدخول الانضمام من الشاهينية لأحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقدم لنا الشاهينية، هنالك على رابعة المراكز، بينما المركز الخامس تسللت الظبية لحميد بن علي بن حمد، أيضا الشابسي يقدم لنا الظبية، بينما المركز السادس اللي وصلت هنالك اللي تدخلت على سادس المراكز مصورة سالم بن حمد بن راشد المخيبي، وكذلك الوصول على المركز السابع والدخول اللي وصلت مرضية ناصر بن بدر بن ناصر بن عبيد بن مردد، من يقدم لنا شعار، بينما المركز الثامن شعارك يا العطية، من يقدم لنا ظبية خليفة بن علي بن حمد العطية، وعاشر المراكز يا سلام اللي وصلت هنالك الشبابية خالد بن علي بن حميد بن خليفة الشامسية يقدم لنا شاهينية، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى البداية الأولى، إلى الصدارة، إلى المقدمة، مرجانة من تتقدم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم واحمد بن عبد الله بن محمد الهلي، من يتابع لنا انطلاقة مرجانة، ما شاء الله على هذا الاسم الممتاز، نتمنى لك التوفيق يا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، بينما المركز الثاني اللي وصلت الظبية لحميد بن علي بن حمد، هنالك بالخيار الشابسي من يقدم لنا الظبية، وكذلك الوصول والدخول من الشاهينية أحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ومن الجانب الآخر الوهيبي قادم مقدم لنا نوى سالم بن عبد الخميس الوهيبي، وكذلك الوصول من شعار المخيبية من يتقدم منصورة سالم بن حمد بن راشد المخيبي، لكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى البداية، إلى مرجانة،
مرجان والشبابية قادمة، الشبابية قادمة، هنالك من تتسلل من مركز إلى مركز، وهنالك أيضا طموح ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمية. ولعت المنافسة، المنافسة الخطيرة، المنافسة هنا، ولكن مرجان 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 من تتقدم، والعصاف الأبطان، العصاف الأبطان. يلا يا الهلية حرك محركاتك، الجماعة قادمين من بيسبكها ما شاء الله. الاسم غالي والشعار الكبير مرجان اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم احمد بن عبد الله بن محمد الهلي ما شاء الله. بعدت المسافة، بعدت المسافة. سلام وتحية، سلام وتحية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. اسعد صباحك على هذا الاداء المميز، ثانينا لاحمد بن عبد الله بن محمد الهلي من تابع لانطلاقة مرجانه. بينما المركز الثاني وصلت طموح ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي ثالث المراكز. هنالك خالد بن علي بوسحر من حل في ثالث المراكز مقدما لنا الشبابية. والمركز الرابع هنالك نو سالم بالعبد الخميس الوهيبي، وخامس المراكز هنالك حلت منصورة سالم بن حمد بن راشد المخيبي. تهانينا والناموس لمالك مرجانة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 6 دقائق 10 ثواني بالفعل كان توقيتي مرجانة. وتهانينا نزفها لأحمد بن عبد الله بن محمد الهلي من تابع لنا انطلاقة هذا الشعار. وتهانينا والناموس للجميع.